حول الصرح البطريركي في الديمان إلى محجة لشخصيات سياسية توافدت للوقوف إلى جانب البطريرك بشار الراعي والتضامن معه في قضية المطران موسى الحاج. وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال أنري خوري رأى أن القضاء يحكم نفسه بنفسه، مشيرا إلى أنه أرسل كتابا خطيا إلى المدعي العام التمييزي يطلب فيه جميع المعطيات حول ملف المطران الحاج، وأكد أن بت موضوع تنحي القاضي فادي عقيقي يخرج عن صلاحياته كوزير. اللي بده يعلن الخطأ هو في مؤسسات بقلب القضاء هي بتقول إذا في خطأ ولا لا، ومعروف عن القضاء أنه يحكم نفسه بنفسه. بعد كتاب خطي أنا لمدعي عام التمييز بعد ما حصلت على جواب، واللي قريته بالصحف أنه طلب الرئيس عويدات من القاضي عقيقي كل المعطيات المتعلقة بهالملف ليحولها لوزير العدل، وأنا بانتظاره أنه دور الوزير هون ما في لا يطلب تنحي ولا يطلب غير تنحي. الكلبات بهالموضوع يخرج عن صلاحية وزير العدل. النائب ميشيل معوض من جهته قال: نحن هنا لتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب بكركي وكل الأحرار في لبنان في وجه مشروع هيمنة جديد، معتبرا أن المعادلة باتت واضحة، إما أن نخضع أو نتعرض لعملية إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات على الطريقة العضومية. طريق القدس لن تمر ببكركي. نحن موقفنا واضح، بدنا نتوجه للبنانيين وللبنانيات تنقول محاولة الإخضاع منا فقط لمحاولة إخضاع بكركي، وهيدا أساسا ما حتصير، هي محاولة إخضاع لكل لبناني ولبناني حر. النائب الشفريفي بدوره قال: إننا على أبواب مرحلة مفصلية تاريخية لنقول للإيراني اخرج من هذا الوطن. نحن على أبواب مرحلة إلى حد ما مفصلية تاريخية، لنقول نحن كمسلمين وكمسيحيين يدا بيد إلى جانب حكما هذا الصرح الوطني اللي كان دائما يسجل له وقفات وطنية لبنانية بالمفاصل الهامة جدا، لنقول نحن فعلا قد نكون على أبواب مراحل تاريخية، لنقول للإيراني اخرج من هذا الوطن، لنقول بيروت حرة حرة وإيران برة برة. النائب نعمة فرام رأى أن تخبطا حصل من الناحية القانونية وأن توقيت توقيف المطران مشبوه. نحن بنعتبر أن الموقف واحد اليوم، كل أبناء الطائفة المارونية وأخوانهم في لبنان عم بيقول اليوم بتصحح هذا الغلط بسرعة كتير. واحد بيرجع الأموال لتتوزع على العيال يلي ناطرتها يلي جايبتها من عيال تانية، اخواتها وولادها بكل منتشرين. اثنين، في عنا لازم يرجع الباسبور للمطران تيرجع يكفي برسالته الرعوية. وثلاثة، اكيد تليفونه لانه من باب الاحترام لهذا الموضوع. ومن زوار الصراح السفير السعودي وليد البخاري الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح، لكن بحسب المصادر فأنه نقل إلى البطريرك الراعي تأييد المملكة لمواقفه الوطنية. طوني منصور، قناة الجديد.